أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مع حصاد لأخبار القوات المسلحة على مدار الأسبوع. بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسلت مصر مساعدات طبية مقدمة من وزارة الصحة لكل من جنوب السودان واليمن. تأتي تلك المساعدات انطلاقا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها والتضامن الكامل معهم في مواجهة المحن والأزمات. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف الأزمات والمحن، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة في شحنة ألبان علاجية للأطفال والمقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية جنوب السودان، حيث أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار جوبا الدولي. وذلك لتفريغ شحنة المساعدات وتسليمها لحكومة دولة جنوب السودان. من جانبهم أعرب مسؤول الجانب السوداني بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية لتقديم الدعم لأبناء القارة الأفريقية، معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التي يواجهها شعب جنوب السودان الشقيق. وفي سياق متصل، أقلعت طائرتان نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار الملك خالد بالرياض، محملتين بالمساعدات الطبية المتمثلة في شحنة ألبان علاجية للأطفال مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية، تمهيدا لنقلها إلى دولة اليمن. كما أعرب المسؤولون من دولة اليمن عن بالغ شكرهم للدعم المصري وعلى أهمية تلك المساعدات في دعم قطاع الصحة اليمني. تأتي تلك المساعدات انطلاقا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها والتضامن الكامل معهم في مواجهة المحن والأزمات. صدق وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وقصاص الأثر لصالح قوات حرس الحدود. ويشترط في المتقدم للتطوع أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يقل الحد الأدنى للقبول عن 60% من إجمالي درجات الشهادة الإعدادية. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الأدلاء قصاص الأثر لصالح قوات حرس الحدود، وقبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2021. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء سمير خليدي مدير إدارة التجنيد والتعبئة، والذي أعلن فيه عن قبول دفعة جديدة من الشباب المتطوعين والأدلاء قصاص الأثر اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 6 من إبريل 2021، وكذلك قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2021 اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 من مارس 2021، مشيرا إلى أن كل شاب له موقف مخالف يجب عليه التوجه لمكتب التجنيد والتعبئة التابع له فورا، وذلك للاستفسار عن صحة موقفه التجنيدي. ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع إدارة التجنيد والتعبئة تجنيد.mod.gov.eg.
شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسة لمشروع مراكز القيادة الخارجية ذو مستويين بدوي 38 والذي تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني واستمر عدة أيام، ويأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وأشاد رئيس الأركان بالأداء المتميز لرجال الجيش الثاني الميداني في محاربة بقايا العناصر الإرهابية والإصرار على عودة الحياة الطبيعية لمدن شمال سيناء، وما يتمتعون به من روح معنوية عالية وعزيمة وإصرار على تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف بكفاءة واقتدار. أقامت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مهرجاناً رياضياً على ملاعب جهاز الرياضة العسكري بحضور عدد من قادة وأفراد القوات المسلحة، وذلك احتفالاً بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم. وأكد مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب في كلمته حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كل أوجه الرعاية والدعم لأبنائها المخلصين من أسر الشهداء والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربية، مشيرا إلى حصول فرق الجمعية في عام 2020-2021 على 101 من الميداليات المتنوعة في مختلف البطولات الرياضية، وحصول فريق كرة السلة للكراسي المتحركة على المركز الأول على مستوى الجمهورية. نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً باشتراك الفرقاطة المصرية سجم الفاتح مع المجموعة القتالية المصاحبة لحاملة الطائرات الفرنسية شارل دوغال في نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي. وقال المتحدث العسكري إن التدريب يأتي في إطار خطة القيادة العامة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، مضيفا أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية المشتركة ذات الطابع القتالي والتي تحقق الاستفادة القصوى لكلا الجانبين، يأتي من ضمنها تشكيل ستائر الحراسة القريبة والبعيدة مع تنظيم جميع أنواع الدفاعات عن التشكيل، بالإضافة إلى إجراء إبحار ليلي مشترك، مما أظهر قدرة الوحدات البحرية المشتركة على صد التهديدات المختلفة ليلاً ونهاراً. نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروعاً تدريبياً لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة دمياط بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية كافة، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات، حيث بدأ التدريب بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهدائنا الأبرار، أعقبه عرض تقارير مدير الأجهزة التنفيذية المختلفة بمحافظة دمياط للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها بما لديها من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة. وفي نهاية المشروع التدريبي تم تكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية تقديراً لما قدموه في سبيل رفعة الوطن. مشاهدينا، كان هذا عرضا لأهم وأبرز أنشطة القوات المسلحة خلال الأسبوع. شكرا لكم.